بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل إن شاء الله دورة إعداد مهندس تنفيذ محاضرة رقم 6 سند الجوانب الحفر. هنتكلم إن شاء الله عن الشيت باي وول، وهنتكلم على السيكانت باي وول، ويتبقى اللي هي الدايفرام وول والاتش باي. لما نقول إمتى نعمل سند جوانب حفر، لو أنا تخيل لو أنا ده قاعدة الجار وده القاعدة بتاعتي، تمام؟ زي ما احنا عارفين ان الاجهاد بيتوزع على زاوية 45 كده مثلا، حاجة من توزيعة الاجهاد، اتنين افقي اتنين رأسي واحد افقي. يعني ده لو قعدة الجار هلاقي انا ايه الاجهاد بيتوزع كده، مع ان ده المفروض لو تخيلنا ان ده الخط الفاصل ما بين الموقعين، يعني المفروض دي ده خط الفاصل بين الموقعين، ده الخط الفاصل بيننا بيني وبين الجار، ده الخط الفاصل بيننا، يعني ده الموقع بتاعي او وده بتاع الجار، مبنى الجار وده الموقع اللي انا هشتغل فيه. طيب لو انا شغال هنا في الموقع ده، هو بتاعي ده، هو ده بتاعي وده بتاع الجار، وده الخط الفاصل بيننا وبين بعض. لكن الحمل او الاستريس اللي جاي على القعده مش هيجي ناحية الجارنا، هو يقول لا ده انا هنزل امشي رأسي، مش همشي رأسي، مش انا هاجن اهو عند الفاصل وامشي رأسي. الحمل مش هيجي كده، الحمل مش هيمشي كده، هيجي طالما في جار هو لوحده اوتوماتيك هيجي هنا ويقول انا هنزل ايه رأسي. لا، ده الحمل هيتوزع بنسبة 2:1. معنى كده ان انا هيجي عندي لما يتوزع باتنين وواحد، اتنين واحد، معنى كده اللي انا عندي في الموقع بتاعي جزء انا شايل حمل الجار عندي طبقا لتوزيع الاجهاد. يعني انا في الموقع عندي انا شايل جزء شايل جزء للجار. يعني معنى كده لو انا جيت حفرت هنا وشلت المثلث ده اهو، يعني لو تخيلنا ان ده مثلث وجيت شلت المثلث ده اهو، حفرت المثلث ده والمثلث ده اوريدي متحمل باجهاد جاي من قاعده الجار، لو انا شلته ايه اللي هيحصل؟ القاعده دي هتتحرك، هتبدا تميل ناحيه الناحيه دي، هتبدا تميل لان انا شلت التربه من تحتها، التربه اللي شايلها انا شلتها، وكذلك ايضا الجار انا برضو برمي اجهاد عند الجار، نفس الكلام بعمل انا مثلث برضو هنا عند الجار، ده برضو عند الجار، يبقى ده بيرمي اجهاد وده بيرمي اجهاد هنا. يبقى انا المفروض لو انا هنزل عن منسوب الجار، المفروض ابدا اعمل سند جوانب الحفر زي ما قلنا، لان الفكره كلها في اجهاد، هشيل الاجهاد اللي موجود ده اهو، يبقى انا كده خلاص بشيل تربه شايله التربه دي شايله اساسا متحمله وانا رحت شلتها، معنى كده ان انا بشيل الارض اللي شايله القعده اساسا، فهيحصل ميل لقعده الجار يبقى لمبنى الجار. والقانون بيفرض على عليك اللي انت تحمي الجار. يعني انت مثلا لو الشيطان يعني وزلك كده وقلت هنحفر من غير ما نعمل سند جوانب حفر والمبنى ده هو شرخ او حصل فيه حاجه، القانون بيلزمك بكل حاجه. يبقى معنى كده ان الموضوع مش هزار، موضوع سند جوانب الحفر ما هوش هزار. يبقى دي فكرة سند جوانب الحفر. النقطة دي بقى في نقطة تانية برضو هنا، نقطة تصميم النقطة دي من المنطقة دي. احنا قلنا في مثلث جاي هنا وفي مثلث جاي هنا، مثلث من عندي ومثلث من عند الجار، المنطقة ده اهي عليها اجهاد اكبر من عليها اجهاد جاي من عندي وجاي من عند الجار، يعني النقطة ده اهي عليها اجهاد كبير، في اجهاد كبير هنا. المفروض الديزاينر ياخد الكلام ده في اعتباره، لو انا عامل لبشة والجار عندي عامل لبشة وانا برمي اجهاد وهو بيرمي اجهاد في المنطقه ديت عليها اجهاد كبير، المفروض الراجل الديزاينر ياخد حسابه في الكلام ده، عنده سبرينج وعنده الاستيفنس بتاعته وعنده الحمل الاحمال، يبقى المفروض ده هو عليها 2 اجهاد، اجهاد جاي من عند الجار واجهاد جاي من عندي. في مدرستين، في مدرسه تقول لك طب ده اللبشه، لو انا عامل لبشه ده اللبشه دي اساسا ريجيد فما فيش مشكله كده كده ايه ده قطاع كبير ويتحركوا كلهم حركة واحدة ما عندناش أدنى مشكلة. المدرسة التانية تقول لا، طالما في إجهاد جاي من هنا وفي إجهاد جاي من هنا، يبقى المنطقة دي كلها تحت تأثير إجهادين، الإجهاد اللي جاي من هنا المثلث بتاع الجار والمثلث اللي جاي من عندي،
مركزة تحت جهادين، لازم المصمم ياخد الكلام ده في اعتباره علشان يطلع القطاع يكون ريجيد وبيعبر عن عن الواقع. ممكن القطاع يزيد او ممكن تطلع مسيفها اجهاد صغير فتطلع عادي مفيش فيها مشاكل، ممكن يكون اجهادات كبيره في المنطقه ديت فيضطر اللي هو يزود ابعاد اللبشه بحيث اللي هي بتبقى ايه، تبقى ريجيد عنده. يبقى اول خطوه عرفنا امتى نعمل ساند جوانب حفر لو انا بنزل عن الجار، وعرفنا ان الجزء ده شايل انت مسموح لك تنزل مسافه برضو يعني ايه كزاويه راحه، يعني ممكن 20 سم، ممكن لو انت هتنزل عن الجار 20 سم ممكن ما تعملش ساند جوانب حفر. هتنزل بقى بعد كده خلاص بقى لو بقى ايه تبدا تسند الحفر. من وسائل سند الحفر اللي هي السيكنت، هناخد اول نقطه السيكنت باير اللي هي الاكثر شيوعا في الوقت ده اللي هي في المباني السكنيه. السيكنت باير في ثلاث انواع من السيكنت باير، لا يعني المفروض نسميها بايل وول، يعني مش سيكنت، المفروض نسميها بايل وول، يعني المفروض دي تبقى اسمها بايل وول مش سيكنت، لان السيكنت هيطلع منه كذا نوع. البايل وول ده بيتقسم كذا نوع منه السيكنت، يعني الاسم الصح بتاعها المفروض دي اسمها بايل وول. بيطلع من البايل وول ده هو ثلاث انواع، ممكن اشتغل على ثلاث انواع من البايل وول. النوع الاول خوازيق متجاوره. يعني ايه خوازيق متجاوره؟ هنعمل خازوق قطاع الدايره ده خازوق اهو، وبعدين همشي مسافه واعمل التاني ومسافه وهكذا، وابدا اكرر الكلام ده في مسافه بين ايه بينهم وبين بعض اهو، دي اسمها خوازيق متجاوره. في مسافه فاضيه ما بين ده بالقطاع الخرساني، ده قطاع خرساني في فرق في مسافه ما بين القطاع ده اهو، دي مسافه فاضيه. بنستخدم الحاله دي امتى؟ في حاله التربه الطينيه المتماسكه الى شديده التماسك. تربه طينيه متماسكه الى شديده التماسك، او تربه رمليه قويه، تربه رمليه قويه ابدا استخدم النوع ده. والشرط المهم ان لو في ميه ما يكونش في ميه، يعني لما نسيب الميه لو انا ده حدود الموقع، انا هحفر المسافه دي كلها، منسوب الميه بتاعه الجار، منسوب الميه عامه الموجوده تكون ايه تحت هنا، تكون منسوب الميه تحت اقل من منسوب الحفر. ده منسوب الحفر يبقى الميه اقل من منسوب الحفر. لو منسوب الميه فوق ما ينفعش النظام ده، يبقى ده شرط النظام ده اهو، ان الميه منسوبها اقل من منسوب الحفر. 2 تربه قويه تسند تكون سانده نفسها. طيب المسافات مثلا بيقول لك ان ازاي المسافه دي كام، الصغيره دي المسافه دي بتكون غالبا كام؟ قال لك ان المسافه بين المحاور لا تزيد عن 3 أمثال القطر. المحاور لو احنا قلنا ان ده المحور، ده المحور خازوقين متتاليين، المسافه بينهم وبين بعض المسافه ده لا تزيد عن 3 أمثال القطر، لا تزيد عن 3 أمثال القطر. موضوع الديزاين، الفكره بتاعت الديزاين هي فكره ثابته، بمعنى انا حاطط الكلام ده ليه؟ عشان اسند جوانب الحفر. الحمض الضغط الجانبي انا عايز اشيل الضغط الجانبي او الحمض الجانبي، ده 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 هدف المنشأ السند اللي انا عامله، سند جوانب الحفر اللي هو هيشيل منشأ دائم او مؤقت عشان يشيل جوانب الحفر لحد ما نخلص اعمال الاساسات لحد ما اطلع فوق. ده موضوع المنسوب، ده فايدته اللي هو ايه، منشأ عشان اسند بيه جوانب الحفر لحد ما اخلص مرحله الاساسات عشان احافظ على المباني المحيطه اللي هي ايه ممنوع ايه المباني المحيطه ما يحصلهاش الانهيار زي ما قلنا الانهيار بيحصل ازاي. تمام. اتزان، عشان منشأ هو بيقاوم حمل جانبي فهو عن طريق ايه بيعمل له اتزان. يعني انا مثلا ده هو ده مثلا ده القطاع بتاعه بيقاوم، هو فيه هنا ساند هنا التراب هنا، ده التراب اللي هو سنده وده الموقع اللي احنا شغالين عليه، ده الموقع وهو سند وده التراب، دي التراب اهو، ده كل ده تراب هو ساند الكلام ده. الاتزان بيعتمد
او قبل ما نقول التزيان وموضوع الديزاين، نتكلم الاول على نكمل بس الانواع بتاعتنا. احنا قلنا في نوع اللي هو المتجاور، متجاوره يعني خازوق وفي مسافه في فرق بينهم. النوع الثالث الثاني اللي هو بتبقى خوازيق كونتينوس. يعني ايه كونتينوس؟ يعني خوازيق متلاصقه في بعضها لازقين في بعض، ده كده. والتاني هيجي، التاني هيجي يلزق فيه. والكود المصري سمح بمسافة، ممكن قال لك المسافة دي ممكن ما يكونوش لازقين او ببعض، ممكن تترك مسافة مثلا 10 سم ولا حاجة ممكن، بس ايه يفضل اللي هي يكون متلاحمين في بعض. طيب تستخدم امتى الخوازيق دي؟ خوازيق خرسانة مسلح تستخدم امتى؟ لما تكون تربة ضعيفة التماسك، تربة ضعيفة التماسك، يبقى انا عندي تربة ضعيفة كلية عادية سوفت كلي مثلا، تربة ضعيفة، او التربة اللي هي غير متماسكة زي الرمل مثلا. بس هنا بقى لازم عشان تطبق ده، هو نفس الكلام بتاع منسوب المية، ان منسوب المية يكون اقل من الحفر، منسوب المية تحت. ليه؟ ما حتة منسوب المية عشان المية ما تجيش من عند الجار عندي، ولو المية اتحركت من عند الجار، المية اتحركت، المية بتكون شايلة حمل هي كمان. لو رجعنا لمعادلات الاستريسز هتلاقي ان المية بتكون داخلة في المعادلة وشايلة احمال. فانا لو المايه دي اتحركت وحبيبات التربه تبدا تتحرك، هيبدا ايه نفس المشكله تحصل في الموقع، ان المايه بدات تتحرك هيعمل نفس المشكله والمبنى هيبدا يميل. يبقى احنا خدنا النوع متباعده او متجاوره، في نوع متداخل متلاصقه في بعضها، في النوع الثالث بقى اللي هو اسمه الكونتينوس، اللي هو اسمه السيكنت باير. السيكنت ده عباره عن خوازيق متداخله في بعضها، يكون في تداخل بينهم وبين بعض، ده كده هتلاقي على نفس القطر بتاعه كده، وماشي شوية هو داخل بنسبة حاجة بالمنظر ده، في تداخل. امتى استخدم تربة ضعيفة؟ بس ايه الفكرة؟ ان منسوب المية فوق الحفر. يعني احنا لو قلنا ده الموقع، ارضيه الموقع او عمق الفحر هنا، ومنسوب الميه فوق الحفر هنا، فهضطر ان انا اعمل ايه؟ اللي انا اعمل السيكنت ده متداخل عشان الميه ما تتسربش. وده بيشتغل كانه دايفرام وول، بيشتغل كانه دايفرام وول. في الخازوق اللي هو المتداخل ده عباره عن ايه؟ عباره عن بنتونايت او مونه ورمل وبنتونايت، مونه ورمل وبنتونايت عشان يديك مقاومه. ما هو ده برضه له مقاومه، ده له مقاومه خازوق اللي هو البنتونايت اهو، او بيسموه مونه، الكود المصري بيسميه مونه، وبيقول عباره عن مونه ورمل وبنتونايت، وممكن تشيل الرمل وهو حاطط ايه؟ حاطط معادلات او قيم او نسب عشان تديك المقاومه المطلوبه اللي انت عايزها. طيب ايه اللي بيجي ينفذ الكلام ده؟ بيتنفذ ازاي؟ اول حاجه بيعمل خوازيق المونه ده هي الاول، او البنتونايت بيعملها الاول، وبعدين يعني هو عمل دي الاول كده، خوازيق البنتونايت الاول، وساب المسافات بتاعته على مسافات بيتكرر على كل مسافه معينه، وبعدين بيبدا يحط خوازيق الخرسانه، بياخد جزء من ده اهي. بس ثواني كده، لو خدنا ده وكررناه، ده خوازيق البنتونايت. هيجي بقى الخرسانه، خازوق الخرسانه هياكل من ايه؟ من خازوق البنتونايت او المونه ده، هو جزء هياكل منه. كل منه جزء، ده الجزء ده ما يقلش عن 15 سم، يعني الجزء اللي اتاكل ده هو ما يقلش عن 15 سم. يعني ده خازوق بنتونايت وده بنتونايت، واحط واحد بينهم. بعد ما بنعمل ده هو بنيجي نعمل مين؟ بنعمل الخرسانه. والبريمه بتاكل في مين؟ بتاكل في البنتونايت ده، بتاكل فيه، ونبدا نشتغل ايه؟ نحط خازوق الخرسانه. ده المسافه دي ما تقلش عن ايه؟ 15 سم. وحسب انت بترص الخوازيق وتقعد تظبط العدد بتاعها، ممكن توصل ايه؟ هي ما تقلش عن 15، ممكن توصل ل 20 سم، والغالب هتلاقي 20 سم. بس هي الفكره بتظبط المسافات وتبدا تظبط التداخل، ممكن تزيد ايه؟ عن ال 15 سم. يبقى في ثلاث انواع، وكل نوع حسب نوع التربة.
تعالى عشان نتخيل موضوع البنتونايت دي مثلا، ادي خوازيق البنتونايت اهي، خرسانه، ده خرسانه متلاصقه في بعضها وسايب مسافه، اللي احنا قلنا ممكن تسيب مسافه 15 سنتي، ده اللي هو عامل شكل الخوازيق. في تاني ده متلاصقه في بعضها، او كونتينوس، ده الشكل بتاعها خرسانه، بيكون خوازيق خرسانه، ده الشكل تاني اهي متلاصقه، يعني لو اتلفت دي هتلاقي خوازيق متلاصقه في بعضها خرسانه، ده شكل خوازيق البنتونايت. نفس الكلام اهو، هنا سايب مسافه اهي ما بين الخوازيق، تمام كده، ودي نفس الكلام متلاصقه في بعضها. نفس الكلام سايب مسافة متباعدة، متباعدة عن بعضها اهي، ده اشكال الخوازيق. ده شكل تاني، دي بعيدة عن بعضها برضو، تباعد قلنا على حسب نوع التربة، الحبتين الأشاير اللي محطوط عليها ده أمام بس عشان محدش يحط إيده على الإشارة يتعور ولا حاجة كسيفتي. طيب يبقى احنا عرفنا الاشكال بتاعت الخوازيق البنطونات عامله ازاي، والخوازيق البنطونات بتتكون من ايه. لكن لما نيجي نتكلم على بقى النظام الانشائي، الفكره ايه؟ هو بيسند جوانب حفر، سند جوانب الحفر اللي هي بقى قصه الاكتيف والباسيف والكلام ده. لو احنا قلنا ان ده عباره عن منسوب الحفر، ده الموقع بتاعي، ده شكل الموقع اللي هنحفر فيه، ده الموقع، تمام. هنلاقي ايه اللي هي مثلث اكتيف ومثلث باسيف والحاجات دي، الكلام ده بيحصل له ايه؟ بيحصل له ديفورميشن، فيبدا يتكون مثلث اكتيف وباسيف. يعني ده شكل الديفورميشن بتاع، لو قلنا ان ده شكل الديفورميشن في هنا عشان توضح اكتر، شكل الديفورميشن بتاعت الحيطه دي المفروض ده تحت شوية، ده شكل مثلا هيكون شكل الديفورميشن بتاعه، دي اسمها نقطة دوران، نقطة الدوران. ايه اللي حصل؟ اتكون عندي مثلث ده، وده كل ده اكتف بيزق عند نقطة الدوران ده. هو لو انا خدت مستوى هنا، دي نقطة الدوران، في هنا مستوى اتكون، ايه اللي حصل؟ ان بقى كل ده هو بقى اكتف ايرث بريشر، في مثلث بس بقى هيبدا يزق الكلام ده، هيقاوم الكلام ده، يبقى ده اكتف، في مثلث بس في اللي هي في المسافة دي، المسافة دي هيتكون هنا مثلث بس هيبدا يقاوم، يبقى ده مثلث اكتف هيبدا يرد عليه بمثلث باسيف، وتحت هنا ده حصل هنا، فهنا هيتكون اكتف وهنا باسيف. يبقى انا معتمد على الاتزان في ايه؟ اتزان عن طريق الباسيف اللي موجود. لما حصل لها ديفورميشن، حصل ديفورميشن عند نقطه الدوران، حصل عند نقطه الدوران مقاومه، كونت المثلث الباسيف، المثلث الباسيف اتكون، هو ده اللي هيعمل اتزان لدي، اللي هو الجزء اللي هو البنتريشن ديبس، هو الجزء المخترق التربه، ده اللي عامل اتزان. لكن الكلام ده وهنا الاستاتيكال سيستم عباره عن كابولي، الاستاتيكال سيستم بتاع الكلام ده كابولي. طيب قال لك مع الاعماق الكبيره، لما نشتغل على عمق كبير هيطلع قطاعات الخوازيق ده هي كبيره جدا، والعمق المطلوب الفعال عشان لو انت عايز تعتمد على الباسيف ايرث، انت هنا معتمد على الباسيف ايرث بريشر، فهو عامل لك اتزان وخلاص على كده، مع البنتريشن تيست عامل اتزان الباسيف ايرث بريشر. لكن مع عمق كبير هيطلع عشان تكون، لو انت عايز تعتمد بقى على الباسيف ايرث بريشر هتضطر ان انت تكون عمق كبير، هتضطر تكون عمق كبير عشان تكون مثلث باسيف يقاوم، عمق كبير مع قطاع كبير، لان هيبقى عندك الارتفاع ده كبير، هتضطر ليه؟ وهو اساسا احنا قلنا الاستاتيكال سيستم بتاعه عباره عن كابولي،
شكل المومنت عبارة عن هيكون على هيئة كابولي شكل المومنت. فالكلام ده مع الأعماق الكبيرة لا يصلح، الكلام ده مع الأعماق الكبيرة لا يصلح. طب هنعمل ايه؟ قال لك لو عمق في حدود 4 متر او 5 متر، في حدود 4 او 5 متر خلاص ممكن اعتبرها انها كالتليفر، كانها كالتليفر وخلاص، وايه والجزء الباسيف هو العقاب. لكن مع الأعماق الكبيرة لا، ده انا لازم افكر في سيستم اللي هو اسلوب دعم. يعني لما يكون عندنا بلاطه فلات سلاب مثلا وعندنا كابولي 3 متر، لو انا صممت الكابولي ده ممكن كل ما زود في السيكنس بتاعه مش هيسيف، هنخش في دايره مفرغه. طب هنعمل ايه؟ هضطر مثلا انا مثلا ده العمود، هضطر ان انا اجيب لينك منبر واشد الكابولي، بدل ما كابولي ما عادش كابولي دلوقتي، عملت بلاطه شغاله تو واي او وان واي، ما عادش كابولي. نفس الكلام ده اللي احنا نعمله. يبقى لازم تفكر في اسلوب دعم، مع طالما العمق كبر يبقى لازم نبدا افكر في اسلوب دعم عشان اقلل طول الاختراق واقلل القطاعات. قال لك في طريقتين اتنين لاساليب الدعم. اسلوب الدعم الاولاني كاسترات، اللي انا بعمل حاجه اسمها استرات. استرات ده او زي شغال زي لينك ممبر كده، ده حدود وعملت خوازيق هنا، هقوم جاي اعمل مثلا استرات كده واسترات شكل الاسترات، استرات اهو، او ممكن مايل او ممكن عدل. استرات كومبريشن ممكن هيكون على قطاع كومبريشن. مميزاته ان هو بيكون في نفس قطاع الارض، يعني نفس في نفس الموقع. وكمان انا ممكن بعد ما خلصنا هشيله وامشي واستخدمه تاني بميزته، وميزته اللي هو في نفس الارض، مش هكون ممكن لا اروح عند جار ولا اروح عند بتاع، لا ده هو ايه في نفس الموقع بتاعه وامان يعني كويس. بس عيبه اللي هو بيشغل، يعني ده الموقع، حدود الموقع انا حاطط ايه، حاطط استراتات في قلب الموقع. مشكلته اللي هو ايه، بيعمل زي ما يكون اعاقه، بيكون بيعمل اعاقه. وكمان لو ده بعد كبير هيحصل له باكلينج، لو موقع صغير ممكن مش هيحصل له، ده في حاجه كبيره هيبدا يحصل باكلينج، هيحصل للنظام ده باكلينج. حاجه زي ده شكل مين؟ ده شكل الاسترات اللي احنا بنتكلم عليه. ده حدود الموقع، فهو جايب زي ماسوره كده وسندها، سندهم ببعض وعليه كومبريشن فورس، والحفار شغال تحت عادي اهو. يبقى ده البنتونايت، ده خوازيق السنده، وده شكل مين؟ ده شكل الاسترات تساند الموضوع اهو. بيعمل ايه بقى بتاع الكلام ده؟ بيعمل زي سبورت، ما عادش بقى ايه؟ ما عادش طرف حر، هنا كان طرفه طرف الكابول حر. كان طرف الكابول هو هنا بقى عمل له سبورت، يعني ما عادش كابول. هو حط له سبورت اهو. قللت انا الطول ده، بقى شكل المومنت هيتغير. ده المنظر ده. هبدا ده استرات. في الطريقه الثانيه اللي هو عباره، ده اول طريقه دعم عشان اقلل العمق واعمل اتزان في الطرف واقلل الطول الفعال ده اهو. ممكن لو مع الاطوال ثانيه هم جاي حاطط صف ثاني، يعني لو الطول ده كبير شويه كمان اكبر من كده ممكن انا احط كمان صف، يعني ده صف واحط صف تحته، وعلى حسب الاعماق افضل احط صفوف اللي هي الاسترطات، ده صف واحط صف كمان بعدين، بيعتمد على الاعماق اللي انا عايزها. الفكره في الموضوع ده اهو، في الطرق ده كلها في طرق الساند مش ديزاين. الفكره في طريقه التنفيذ، اهم حاجه يتعمل طريقه تنفيذ، تقدم طريقه تنفيذ. بمعنى انا هاخد ده اهو، قال لك مثلا بيقدم الكلام ده، يتم حفر الموقع الاول بحد منسوق، بيتم الحفر الموقع حتى 3 متر، يبقى هحفر 3 متر بعدين احط الاسترطات ده اهي، وبعدين هحفر كمان 3 متر وبعدين احط صف استراتات تاني وهكذا. يبقى اهم حاجه في الموضوع ده مش الديزاين، اهم حاجه طريقه التنفيذ، يوضح طريقه تنفيذ الميثود اوف ستيتمنت او ميثود اوف طريقه التنفيذ الكونستراكشن، لازم يكون هو موضح الكلام ده. مش الديزاين سهل، الديزاين عباره عن ايه، عنصر وعليه ضغط جانبي، هبدا احسب يعني مثلا الخوازيق دي ايه القصه، عندي هطلع عنصر عليه ضغط جانبي، الضغط الجانبي اقدر احسب منه، هقدر احسب ضغط جانبي بكل سهوله. من الضغط الجانبي ابدا احسب المومنت،
عندي اشوف المتر الواحد فيه كام خازوق واقسم على عدد الخوازيق، طلعت ايه؟ طلعت الخازوق الواحد عليه مومنت قد ايه، اقدر اصمم القطاع بكل سهوله. لكن المشكله كلها ازاي تختار طريقه التنفيذ. هنا عمل ايه؟ هنا هيحفر وبعدين هيحط، بيحط استرطات بيدعم هنا الاول، عمل تدعيم. لو هينزل عن المنسوب ده اهو هيبدا يحط صف استرطات وبعدين يحفر عشان يحقق الديزاين. تدي طريقه الاسترط. في طريقه تانية اللي هي الانكر. افرض مثلا ان الطول ده كبير، عمق او العرض الموقع كبير، مش هينفع الاسترط، هيحصل له باكلنج كبير مش هيعرف اركبه. طب هعمل ايه؟ هنعمل حاجه اسمها انكر. انكر يعني ايه؟ يعني لو احنا عندنا ده الخازوق حاجه بالمنظر ده اهو، هيقوم جاي عامل ايه؟ حاجه كده زي كاميرا مثلا او ماسوره او سلك او اي حاجه، هيحطها اهو ويحقن في المكان ده زي كتله بتتكون هنا. فالخازوق ده هيجي عايز يتقلب، فده هيشده في بنتيجه الكتله اللي موجوده هنا، وايه وعليه وفي عنصر ايه، في احتكاك ما بين العنصر ده الماسوره ده او السلك ده او الكاميرا ده، في عليها اجهاد هيروح، فيجي ده هيجي يتحرك، هيقوم جاي مين؟ هيقوم جاي العنصر ده وشده اللي هو الانكر ده هيشده. يبقى العنصر ده عنصر شد. نفس الكلام الرصه بتاعته ببدا ارصه على حسب، بنرصه على حسب احنا محتاجين قد ايه. هنزل اعماق كبيره فهبدا ارصه، هرص اكتر من صف شكل الانكر اهو، حاجه بالمنظر ده واخد كاميرا زي كاميرا رابطه او الولر، وبدأ يربط مين؟ يربط الانكر فيه. فما عادش كان تليفر بقى، هو هنا حط كام صف؟ هنا حط صفين، ده صف وده صف وصف وتحت وارضيه الموقع تحت. ما عادش بقى، ما عادش كابولي. لو اشتغلت كابولي قلنا هيطلع حاجه مكلفه جدا، وده الشكل تاني، شكل عباره عن سلوك بتتشد. مكان مخصوص للحقن الحاجات دي، الحاجات دي مكان بيحقنها. لو في حدود ال 5 متر زي ما قلنا 4 5 متر، يبقى خلاص بايه الموضوع، هي هيمشي كانتليفر وهايه، ومش هتكون ايه مكلفه قوي، هتمشي كانتليفر. هتبدا تزيد اعماق كبيره، لا يبقى انت لازم تعمل ايه؟ تعمل كانتليفر. انت لازم تعمل، تفكر في نظام دعم. ده شكل الخوازيق اللي هي المتجاوره وتمشي متلاصقه. في بعد كده نظام الانظمه السانده الثانيه، نظام الشيت باي وول. الشيت باي وول مشكلته، عيوبه بيعمل اهتزازات كبيره جدا، دايناميك فورس. لو انا ما، فلذلك الشيت باي وول ما ينفعش استخدمه جنب المنشات السكنيه. لو انا عندي منشا سكني ما ينفعش استخدم الشيت باي وول ده، ما ينفعش استخدمه. الشيت باي وول ما ينفعش استخدمه لانه بيعمل اهتزازات عاليه جدا، فلو استخدمته جنب الجار هيعمل فايبريشن في التربه، ممكن يخلي المبنى يشرخ. هو ميزته اللي هو مش مكلف قوي، مش مكلف قوي الشيت باي، وسرعه يعني ايه، ممكن ما بتاخدش وقت، بس سريعه وما تكونش، مش هتكون مكلفه قوي. بس مشكلته ان هو بيعمل اهتزازات عاليه وقطاعاته صغيره، فلذلك ايه له اعماق معينه، ولازم لو هتزيد على الرماد ده نفس الكلام اللي احنا قلناه في البايل، اللي انت لازم تعمل انظمه دعم. طيب ده منتشر جدا فين بقى؟ في حاجات في ميه، لو هيسند ميه بقى شغله ميه، في المواني، في مشاريع المواني حاجه بالمنظر ده. في طريقتين اتنين في ارصفه المواني، اللي انت ممكن تعمل كتل خرسانيه، كتل خرسانه، او تعمل شيت بايل وول. هل ده في الميه، هل ينفع اعمل هنا سيكنت بايل، اصب خوازيق خرسانه بالشكل ده اعمل سند؟ لو عايز اعملها سيكنت بايل او اعملها بايل وول، لازم انا اركب كيسنج الاول لاسطوانه حديد وانزلها وبعدين ابدا اصب فيها. موضوع صعب جدا ومكلف جدا، وخوازيق البنطونات مش هتقدر تقاوم. يبقى لازم انت تعمل خرسانه متداخله، ممكن اعمل خرسانه متداخله، خرسانه مسلحه. فالموضوع ايه؟ مكلف جدا. فهضطر استخدم مين؟ هضطر استخدم الشيت بايل. يبقى الشيت بايل ده هو نظام كويس جدا ومنتشر لو هيسند ميه. لو هتلاقي معظم استخداماته سنده ميه.
او لو هتستخدمه تسند حاجه، تسند جيران او تسند حاجه، تستخدمه لما يكونش فيه جيران حواليك. يعني مثلا حاجه زي دي، ده هنا ده، او ده الموقع، ده الموقع هنا، ومفيش جار الناحيه التانيه، هيبدا يحفر عادي، فما عندوش جيران، فهو ده الشيت باي وول. ده شكل قطاع الشيت باي وول، قطعات صغيره، لذلك مع الاعماق ما تنفعش مع الاعماق كبيره، او لازم تعمل دعم ليها. ده شكل السيكنت اللي هو البايل وول. وهنا عامل ايه؟ عامل نظام الدعم هنا في النص، عامل نظام انكر. ده الشيت بايل وول بيستخدمها لو في موضوع الصرف، وعامل نظام دعم فوق اهو، استرطات فوق، لان لو سبق كده نتيجة ان قطاعاتها صغيرة يبدأ يحصل لها ايه؟ ديفورميشن كبير، يحصل التشوه، يحصل لها تشوه كبير، والديفليكشن بتاعها يبقى كبير، فاضطر يحط لها فوق ايه؟ هيعمل استرطات فوق، بحيث اللي هو يمسكها من فوق، يثبتها من فوق، فيقلل الديفورميشن بتاعها، ويقلل القطاعات، ويقلل ايه؟ الطول التثبيت. ده بقى الشيت بايل وول. شكل الشيت بايل وول بيدقه الرمل، ده الرمل بيتحرك، تأثير ده الشيت بايل وول على الرمل، تلاقي المكان ده بيتحرك والرمل بيبدأ يتساقط. لذلك ما ينفعش استخدمها في ده المبنى ده، هنا مفيش حاجة في مبنى فوق. تخيل بقى لو في مبنى فوق بقى ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي المبنى اهو الرمل بيبدأ بينزل بيتساقط او شيء بيهين، وكمان مفيش حاجة فوق، مفيش مباني فوق. تخيل بقى لو في مبنى فوق، هتلاقي المبنى هينزل كله، حتى كل ده هينزل. لذلك الشيت باي وول عايزه مكان فاضي مع نفسها، في مكان فاضي تبدا تشتغل فيه عشان الاهتزازات العاليه بتاعتها، او المنشات المائيه. المنشات المائيه لانها سهله، سهله الدق في الميه، تبقى تكون سهله جدا. وايضا مشكله الشيت باي وول لو تربه قويه، تربه صخريه قويه، ممكن الشيت ده يحصل له ديفورميشن، وتلاقيه مش راضي ينزل، ويبدا يتطوى، لانه عباره عن قطاع ستيل خفيف، مش ستيل قوي يعني. ده من عيوب الشيت بالول، اللي برضه ما ينفعش استخدمه في الارض الصخريه، هيكون صعب جدا. يعني دي فكره عامه عن نظامين الساند، اللي هو الشيت بايل وول والبايل وول. عرفنا انواع البايل وول، ان شاء الله نشوف فيديو لموضوع البايل وول، واللي هو فيه كمان خوازيق الاستراوستن، اللي هي الخوازيق اليدويه، ازاي في فيديو لها ان شاء الله هنجهزه ونبدا نرفعه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.